كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحكومة المصرية تعمل منذ 8 سنوات على امتداد الدولة، حيث لا توجد منطقة لم تصل إليها أيدي التطوير والتنمية في إطار رؤية الدولة 2030. وأكد السيسي خلال لقائه مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني ضمن جولته التفقدية بمحافظة مطروح أن ما تعيشه البلاد من ظروف حالية يعتبر تحديا من ضمن العديد من التحديات التي تواجه الدولة المصرية. أنا سعيد بلقائكم، وطبعا بما أن أنا موجود معاكم هنا برضو محتاجين عايزين تطمنوا على يعني الحال في مصر. عايز أقول لكم على حاجة، إحنا بقالنا حوالي 8 سنين بنشتغل على امتداد الدولة المصرية، وما فيش مكان في مصر لم تصل إليه إيد التطوير والتنمية على امتداد، من أول أسوان لغاية اسكندرية لغاية حدودنا مع لغاية السلوم. مفيش مكان في مصر اللي مفيش شغل بيتعمل لصالح أهلنا، مواطني مصر يعني بالكامل. طيب وإحنا شغالين في ده كان في خطة شغالين بيها وفي رؤية للدولة تجاه شكل الدولة المصرية ومكانتها واقتصادها خلال لغاية 2030.